الصراحة بعض المرات ملي كتكون جالس حتى كيطيح لك شي مشكل على راسك وصيرت المشكل اللي ما كدير فيه انت لا بيديك لا برجليك. فالبارح اتصلوا بيا الناس ديال الفرقة اللي تا هما بحال دخلهم الشك، ولكن هما تيقين في المسائل الإدارية والأوراق الإدارية ديالهم، وقالوا لي فوالا راه الناس ديال جديدة شنو داروا شنو داروا شنو داروا. قلت لهم أنايا ما غاديش نفوت معاكم جوج كلمات، عندي ثلاثة ديال الصفرات، واحدة جبتها معايا من قنيطرة، وعندي مع قنيطرة في الماتش ديال الوداد في الماتش ديال الفتح. عندي ثلاثة ديال الإنذارات، إلا كاين شي إنذار واحد آخر جابوه معاهم هما باغيين يحطوه في الريزيرف ديالهم. دونك كاين المساطر القانونية، كاين أما باش ناخذوا واحد الفيديو ونبداو نأنسيستيو عليه ونحطوه في الرابور، سي با لا بين. أنا فريق حنا حكام الوسط الساهي، ما كاينش حكم ديال التوش الاول، حكم التوش الثاني، الحكم الرابع، ديليغي دو ماتش، الفيدراسيون، الرابور اللي كيتحط، لا في دو ماتش، راه زعما راه كلشي موثق وكلشي مضبوط، زعما سي با لا بين دو ندخلو شي حاجه بحال هكا، شي حاجه ديتمون نبداو غير نهضرو في الخاوي. زعما الناس الجديده راه كبار على هذا الشيء يعني بلا ما نحتاج ندخل في هذه الامور هذه. انا اللقطه انا عاقل كاع شنو قال لي واش غيخرج ملي انا سبقت لادفيرسير ديالي وطلعت قبل منه، هو ملي بغى يطلع ضرب لي في الكود ديالي صفر كوفره. قلت له واش عيب؟ قلت له والله ما فهمت انا صافي طالع. قال لي لا راك شويه شيت لي وهذه صافي ملي هذيك بقيت غادي كندير له بصبعي لا راه ما فيهاش لا ما فيهاش. زعما ما باش جبد لي انذار ولا شي حاجه، انا مع كامل احتراماتي، ولكن ملي كيجبد لي شي واحد انذار كنكون مظلوم كنزيد نحتج واحد شويه، ولكن ملي شفتيني انا حاضر راسي غادي كنقول له لا يعني راه ما باينه ما كاين لا صفراء لا والو لا واللي ما بريد كاع جبدها بوش عيب الحرش ما غيشوفهاش ديال التوش الاول ديال التوش الثاني الحكم الرابع ديال اللي قدماش ما غيقادش الرابور ديالو. الصراحه هادشي كيضحك.